السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا ربي افتح لنا ببال الخير، وإن شاء الله تولي بلادنا بخير، إن شاء الله وشعبنا يعيش في الخير. والله يا الخوة راني باين نتطرق لواحد الموضوع، وهذا الموضوع جد حساس كما قال لك، ولازم نتكلموا فيه ونتناقشوا فيه، ولازم آراء كاع الجميع والفكرة من هذا الموضوع، باش نبقوا شعب واحد ومتوحدين. تجمعنا كلمة لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ويلمنا الإسلام وتلمنا العروبة ويلمنا الدين. والله هذا المشكل هذا اللي راح صاري ليامات، هذه الفتنة ما عجبتناش وما تعجبش كاع الناس، فتنة كبيرة. رانا كي قال لك نطرفوا في بعضنا بعض وناكلوا في بعضنا بعض كالكلاب. حاشا العرق الانساني، وحاشا كي قال لك البشريه، وحاشا ما ناش نحشمو الموضوع وما فيه يا خوتي. وهران هذه مدينه تاع كاع الناس، كاع الشعب الجزائري سير في وهران، ماشي وهران منطقة حكر غير مواليها ولا غير يسكنوا فيها ولا. هذه مدينة من وهران، مدينة من مدن الجزائر. أي جزائري عنده بطاقة تعريف الوطنية يحق له أنه يقدر يعيش في وهران، يقدر يشري سكنة، يقدر يجي يزور وهران، يقدر يتمشى في وهران، يتنزه، يجمع، يدير كي يبغي، ما عندناش مشكل فيه. والمشكلة راه فيه يا خويا كي تجي لبلادات الناس، كيما قال لك تحمل الحراشي، يا تدخل بلاد الناس سامي حيوطها لا يعود يبان خيالك. معناتها كي تجي لبلاصة هنايا طلب الضيافة وطلب الكرم وجمع، وما تفرطش رأيك وما تبقاش تدير في المشاكل عند الناس. الشي اللي صرا هذا دروك حنا الناس راكم حاسبين راه خايفة، ما كانش لي خاف. الشعب الجزائري كاع مقود، شبر اللفعة وياكلها، كاش كاع في الجزائر اللي خاف. امبوسيبل باش تلقى في الجزائر واحد يخاف، الا يبين لك يخاف قارع مور الخوف شادي يجيك. ما كاش في الجزائر باش تلقى واحد يخاف، وما كاش اللي يسبع فوق خوه كاع كيف كيف. فلهذا اللي كنحترموا بعضنا بعض. والشعب تاع وهران هنا منطقة سلمية، بكري معروف بالسلم تاعه ومعروف بالكرم والضيافة تاعه، وما يحبش هاد المشاكل، ما يحبش، يحبوا البلاد، يعزوا البلاد بالبزاف كاع. الوطن هذا غالي، راك تشوف الشباب عندنا ما خرج ضيع، ما خرج هرس، ما خرج. نتوما وين تفقتوا؟ فقتوا غير من المرحله هذه تاع الشعب الجزائري. الشعب تاع وهران فاق، نتوما كاع عاد راكدين هو فاق. نص الشباب تاعنا تاع وهران، نص الشبيبه تاعنا تاع وهران حرقت في البوطيات. كون يردوا الشباب تاعنا تاع وهران هنا كاع اللي راهم في اسبانيا في فرنسا في، غادي يعمروكم كاع وهران من جديد. الشباب تاعنا كاع هربوا، ولادنا كاع هربوا، خاوتنا حبابنا كاع راحوا مساكين. علاه كرهوا من الحكم تاع الظلم والحكم تاع الحقرة والحكم تاع الفساد والحكم؟ وانتوما هذا وين فقتوا؟ انتوما هذا وين فقتوا؟ دروك مين فقتوا؟ نايضين باغي ديروها الدردبة. ماشي دربة ومشي فوضى ومشي، قلتو يتنحوا كاع راهم نحاوهم كاع، قلتو يتحاسبوا كاع راهم في الحبس. ربي راه نصر الحب، راكم تشوفوا هذا وزير العدالة قلعوه وطردوه وصرا به ما صرا، واليوم ربي نصره وجابه وراه هو يحاكم فيه. ألا نصر الله قريب؟ ها راه النصر تاع ربي، هذا هو. هذا تبون راك تشوف طردوه وحاوزوه، ربي دار فوقه، قال انك انت الاعلى، لا تخف انك انت الاعلى، راه دار فوقه. دوك هو تبون هذا، دوك هو راه دوك غادي يحاسبهم وهو. وما نبقوش نشكو في مصداقيه بعضنا بعض ونكذبوا في بعضنا بعض، وهذا ما يصلحش، وهذا يكذب، وهذا كان مع العصابه اللي كاع اللي كانوا مع الحكم كاع في الحكم كاع فاسدين، كاع نخون ولادنا، كاع ردهم خيان، كاع ردهم لا. فيهم الناس الصالحين، فيهم الناس اللي الله غالب.
كاين اللي منصب، كاين اللي خبزته لقى روحه في وسط العصابة، ما عنده ما غادي يدير. والعصابة راها باينة، عصابة من أهل الأمر، اللي هذيك الأمر اللي يقول لك طب دير ديك الحاجة. الحكام الكبار، حكام كبار اللي كانوا يضغطوا على الحكام الصغار ويدوا في الفساد ويدوا في دراهم الشعب ويدوا في أموال الشعب. حسبي رواحهم خالدون، ما ناس خالدون فوق الأرض، معمر فيه هنا يعيش 105 سنين 110 سنين ما يفوتهاش. هذا المعمر فينا، وكان جاو يحسبوا الحسابات وداروا حسابات رقمية نيشان، يعرفوا رواحهم باللي راهم ماشي لي داوة، ما غاديش ينفعهم كاع في حياته. كون تقوت غير قوت حلالي غير على حسابك تاكل وتشرب، وقوت حلالي وسكنة شابة وتعيش حياة مليحة اجتماعية وتقري ولادك وتعلمهم الحلال، تربح في حياتك. لكنهم هما بغاو الطريق الحرام، الله يسهل عليهم. ما ناش خالدون فوق الأرض، الخلود ما كاش فوق الأرض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا قاعدين نموتوا، ورا فينا اللي غادي يعيش، ورا اللي غادي يعمر. وهذا الشيء اللي داروه داروه غير حرمات لنفوسهم. هارا دروك العاقبات للمتقين. هارا ويحيى كملت عليه في الحبس، زبار نعرفه يخدم في لابوبيل، كملت عليه في العمره، جاب عمره مات مسكين. واحد هاك عقايبه دي يموت في الحبس، حياته سلطه وجاه وجبارود وكبرياء وتليفون والغا ودير وقلع وعمل وفعل وامر، واليوم ها كملت عليه في الحبس، ياكل العدس من تحت الباب. الله يحفظه ويستر. العاقبه للمتقين، يا ربي تنجينا تحفظنا وتحفظ ولادنا وتحفظ جميع المسلمين ان شاء الله، المؤمنين كاع يا ربي تحفظهم ان شاء الله المسلمين. وقضية زواف هذه اللي خرجتوها جديده، زواف هادو عندهم تاريخ وتاريخهم مكمل. واليوم الشعب الجزائري شعب واحد، كي القبايلي كي العربي، وما تبقوش تعايروا. القبايله فيهم شرفة وفيهم ناس صالحين، فيهم اولياء صالحين، فيهم ناس تعدين وائمه وعلماء مساجد وبلاد الزوايا وبلاد العلم تيزي وزو، وناس تعدين وناس تاع كي قال لك تاع تقول الله في نفوسكم، تقول الله في نفوسكم. وكي قال لك ما كان لا عربي لا العربي وتكون ندبي عليه، إليك عربي ومتقي الله وخايف ربي صح، ولا كان عربي وندبي عليه تتعد روحك بليك عربي. وقبايلي تاني لا راك قبايلي ومرتد وقاضى بطريق عوجة تاني علاه يحوسوا عليك. نحوسوا الإنسان الصالح مهما كانت صفته، قبايلي ولا عربي، يهودي يدخل في الإسلام ويولي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رخونا في الدين ورخونا في الله. ونشاوروه عنده الحق وعنده نوقفوا معاه وعنده. فلهذا يا خاوات تقول له، والقبائل هذو راهم خاوتنا، ورانا خاوة الجزائر موحدة، والثورة ما داروهاش غير قبائل، وما داروهاش غير الشاوية، وما داروهاش غير العرب. الثورة باش انخدمت كوكتيل من كاع الشعوب، من كاع الجزائر، التركي الصحراوي الوهراني المغناوي كاع انخدمت. وفرنسا غرقت، فرنسا غرقت مع هاد الشعب عاد باش طاته الاستقلال. اللي كيفهموا كاع الناس، وحنا شعب موحد، وان شاء الله ما يصرى الناس كيما الشعوب. ما ناش نتشمتوا في خوتنا العرب كيما ليبيا وسوريا واليمن والانقسامات اللي صرات في السودان والانقسامات هادو. ما ناش حنا نتشمتوا في خوتنا هذوك مسلمين وعرب وخوتنا، حنا نقولوا الله يجمع شملهم، والله كي قال لك يفرج عليهم ببال الخير ان شاء الله، وربي يحفظهم ويحفظ اهلهم ان شاء الله، وينصرهم على الحق وعلى دين الحق ان شاء الله. وهذا الرئيس حنا يا شادي نقول لك، حنا كي قال لك شادي يدير الميت في يد غساله، حنا درك حنا كواصبنا ما نقبلوه حتى واحد من هذو اللي كانوا في الحكم كاع. بس انت تاني راه فيك امل تا خير، ورانا متفائلين فيك حاجه تا خير، وربي راه عطانا اشارات فيك، خاطر علاه قلعوك وعاود ربي ردك رايس فوقهم انت ووزير العداله. حنا درك حنا هذه اشارات ربانيه، درك حنا عشان نتفائلوا معاك الخير ان شاء الله، وخدم البلاد وسقمها وشوف الجانب الاقتصادي. والشعب الجزائري ما راهش يطلب منك حاجه كبيره،
الشعب الجزائري حب العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هي في المستشفيات، هي في الدراسة، هي في تقسيم الثروات، هي في المعيشة، في المناسبات، توقف مع شعبك. الغنى والفقر من الله، على بالنا بلي الغنى والفقر من الله، حتى ما غادي تغنينا ما غادي تفقرنا. الغنى والفقر من الله، إلا غناك الله تا واحد ما غادي يقلع لك، ولا فقرك ربي تا واحد ما غادي يزيد فيك. الغنى والفقر من الله، حنا نطلبوا غير العدالة الاجتماعية والعدل يكون فوق الأرض، وما يبقاش هذا القوي ياكل الضعيف، حكم الغابة هذا اللي قوي ياكل الضعيف. ولا واحد يكون يطلب حياته فوتها الضنكة، ونهار يدي مسؤولية يولي جبروت فوق خوته، ويولي وتولي إنسان كي قال لك كل واحد يعطوه كفاءة على حساب بلاصته. ما تبقاش تجيب لي انا هذا فلان وزير من الحزب الفلاني، ولا لا وزاره، كل واحد على حساب خبره وعلى حساب تخصص في الميدان تاعه، اللي باش تشكلنا حكومه، اللي باش تخدم وترفع هذه البلاد. دون ما تم بوتين رئيس خرج البلاد من تحت الارض، روسيا كانت غارقه خرجها من تحت الارض. علاه انسان رئيس واحد؟ انتوما احنا الوف رانا، وما كاش فينا كاع صالحين، ما كاش فينا لي خمو، ما كاش فينا لي وديروا في رسانكم بلي ماناش خالدون فوق الارض. مهما كانت سيفتك جبارود وحكم وقوه، عرف بلي ربي تاليتها كاين الموت. تاكلوا رواحكم وكلوا ولادكم الحلال، وخافوا الله واتقوا الله. تقول الله ملاقاه الله صعيبه، كي غادي تلاقي ربي انسان يتلاقى مع الله، ما يسالوش الناس، ما يحاسبوش الناس، بينه بين ربي امور. قادر ربي كي قال لك غفور رحيم، لكن كي تكون صافي مع العباد. هذا وك هذا السلال تقول لي انت انا ما درت والو في المحكمه، كيف ما درت والو؟ ولادنا اللي ماتوا في البحر، ولادنا اللي تشردوا ماتوا في السبيطارات، ولادنا اللي ماتوا في جبل عسكر، ولادنا اللي ماتوا وتهمشوا، كيف تقول ما درت والو؟ كانت عندكم مسؤوليه تاع عباد. اتقول الله تشاركم دايرين، تشاركم دايرين، دايرين اللي ما يغفرهاش الله سبحانه وتعالى. راكم دايرين اكبر من الكبائر نتوما، مصيركم مع ربي واعر نتوما، مصيركم مع ربي. ربي يرضي جراي عاقب فيكم في الدنيا، كنتم اعلى مرتبه، اعلى مرتبه، المال والجبروت والجاه، نزلكم ربي اسفل السافلين، وتقول ماني داير والو. تعرف شنو غادي يصرى بيكم؟ ولا غادي تخلصوا في الدنيا وفي الاخره. ما ينفعكم دروك لا مال لا بنون لا ولاد، لا خلا دار والديك منك ما تنفعكش دروك. تخلص 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 تخلص، اي تخلصوا في الدنيا وفي الاخره. طحتو كي قال لك في طحتو في الوحل، طحتو في الوحل، غادي تخلصوا. بركان تاع وحل هذا غادي تخلصوا فيه، غادي ما يبقى لكم حتى حاجه اللي باش تحسوا برواحكم من بني البشر نتوما. لا اهل لا سمعه لا، الموت اهون لكم ضرب فيها من هذه الحياه اللي راكم فيها. والله يحفظ ويستر العاقبه للمتقين، وندعو الناس اخوتنا احبابنا الله يحفظكم، والله يجمع الشمل ان شاء الله، والبلاد تولي ان شاء الله سلميه، وما تبقاش هاد التفرقه بيناتنا حنا كخاوه، كي القبايلي كي الشاوي كي تيرقي كي من كل ناحيه من التراب الوطني، حنا كخاوه كاع تجمعنا وكاع نغيروا على هذا البلاد. والحمد لله اليوم الجزائر اكتسبت شعبين، اكتسبت شعبين، شعب حامي ويدافع على هذه البلاد وينوض وينفجر ويهدر، وشعب كيما قال لك يحب الوطن وسلمي ويحب المصالحه ويحب. الحمد لله راه فينا شعبين، هذو شعب الحراك هذو اللي ناضوا، هذا شعب حامي وكي قال لك واقف ويبغي البلاد ويبغي يوقف على البلاد، والحمد لله هذو طاقه. والشعب هذا اللي ما ناضش وهذا تاني راه سلمي ويحب البلاد ويحب الصلح ويحب الحمد لله. راه عندنا ما عندناش خاونه في وسط الشعب الحمد لله. انا في زوج نحييهم، كي اللي ناضوا كي اللي تاع الحراك، كي اللي كانوا كي قال لك الاخر، في زوج شعبين يستاهلوا التحيه. شعب الحراك تاني ناض وهدر على روحه، والشعب هذا تاني اللي ما هدرش وقعد خايف على الوطن وقعد، هذا تاني يعز الوطن ويحب الوطن. وكي قال لك ودروك هنا الرئيس هو كي قال لك يجمع بين هاد الشعبين ويصنع منهم حاجة تاع مستقبل. راه عنده شعبين يحتز بهم، شعب
قوي ويوقف ويدافع وينوض ويواجه، وشعب يحب البلاد وكي قال لك هيا وان شاء الله احنا نكونوا سند، ونكونوا سند ونكونوا حمايه ونكونوا درع للجيش الوطني الشعبي اللي راه مرابط على الحدود، الله يحفظهم والله يسترهم والله يقوي شوكتهم وعزيمتهم ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله بهم نظفروا العدو ان شاء الله اللي راه يتربص بينا، واي دوله ولا اي واحد راه يتحكك على هذه البلاد ان شاء الله يا ربي احنا نكونوا واقفين مع الجيش تاعنا في ظهره، احنا نحموه من الظهر ان شاء الله يا ربي، والله يحفظهم والله يحفظ شبيبتنا الصغار هذو، والله يحفظ كاع اللي راهم واقفين على هذه البلاد وساهرين على هذه البلاد، وكي قال لك والله يشافي لنا كاع مرضانا وكاع اللي راهم محتاج حاجه تاخير ان شاء الله يا ربي تقضيها له في هذه الايام المباركه ان شاء الله يا ربي تحفظنا، وراه يبان بصيص الامل وراه يبان الامل ان شاء الله لقدام، ونتفائلوا بالخير ان شاء الله وما نقطعوش الياس، وكي قال لك ونقارعوا من ربي الخير ان شاء الله يا ربي تفتح علينا باب الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.